عضو جمعية الإقلاع التضامني والنموذج التنموي الحمام سعد اللطيف. جمعية الإقلاع التضامني والنموذج التنموي كتحتفل بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد بالتعاون والتنسيق مع مقاطعة المارينيين بالحفل الفنان المسرحي والكاتب المغربي عراب الطفولة الملقب عمي بسيسو عبد اللطيف خلاد بتوقيع كتاب المسرحية الغنائية الوطنية وذلك بشراكة مع مقاطعة المارينيين. ومن هذا المنبر كنشكروا المقاطعة في رئيسها السيد خالد الحجوبي على الدعم اللي كيوليه يعني لهاد الجمعيات الثقافية وشكرا للجميع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.